مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي منصة 24 ساعة رياضة في كل مكان، وأهلا بيكم في لايف ولقاء جديد ونكون معاكم فيه متابعين لكل أخبار كرة القدم العالمية وما يدور في الملاعب الأوروبية وملاعب كرة القدم في أرجاء المعمورة. منورنا وبرحب بكل المتواجدين معانا في اللايف وفي اللقاء. برشلونة وريال مدريد وصراع الرشوة في الدوري الأسباني، صراع الفارو نجريرا الحكم الذي عاد بتصريحات أشعلت الملاعب الأسبانية، قضية نجريرا وقضية اتهام برشلونة برشوة الحكام والفساد في ملاعب كرة القدم الأسبانية. خدوا بالكم القضية دي هتأثر على نادي برشلونة إذا تم إدانته في الاتحاد الأوروبي، هتأثر على نادي برشلونة في كل أنحاء العالم. ولكن ما المعطيات الجديدة أو إيه هي المعطيات الجديدة اللي طلعت؟ أنا برحب مبدئيا بكل المتواجدين معانا في اللايف من كل أرجاء الوطن العربي الكبير. برشلونة رئيس جوان لابورتا في تجمع مع جماهير النادي في أحد مناطق الإقليم الكتالوني وجه انتقادات لاذعة لكل من يروج اتهامات إدانة برشلونة أو استخدام برشلونة رشوة الحكام، واتكلم كمان لابورتا بمنتهى الوضوح ووصف ريال مدريد بأنه متسلق للقضية وبيحاول تضخيم القضية للاستفادة من إسقاط برشلونة. وقال بالنص كده جوان لابورتا: تاريخيا أكتر نادي استفاد من فساد التحكيم هو ريال مدريد. وخدوا بالكم التصريح ده ممكن يقاضى عليه لابورتا، ولكن هو قال كده وقال بمنتهى الصراحة ان ريال مدريد متسلق للأزمة، ريال مدريد بيحاول ان هو يضغط عشان برشلونة يدان، بيحاول ان هو يدين النادي البرشلوني. استاذ ابو كبير منورنا، استاذ ابو كبير بيقول: لا يوجد اي نادي بالعالم يعتمد على التحكيم في مبارياته اكتر من قصده برشلونة. منورنا يا استاذ ابو كبير، قول رايك. جوان لابورتا رد على التصريحات دي وقال لك ان ريال مدريد هو اكتر نادي استفاد من التحكيم تاريخيا والشواهد تذكر، واتكلم بالتحديد على فلورنتينو بيريز. انتوا عارفين الصراع بين ريال مدريد وبرشلونه اكبر من صراع رياضي، انتوا عارفين الناديين، نادي عاصمي كبير ونادي يتواجد في الاقليم الكتالوني، الصراع اكبر في كل حاجه. ريال مدريد بيحاول يستفيد طبعا من ادانه برشلونه، لان في حاله ادانه برشلونه ريال مدريد هيطالب بالبطولات اللي خسرها في السنين اللي من 2004 ل 2017، وده رقم كبير جدا، مع ان في روايه اخرى بتقول لك ان برشلونه كان عنده جيل ذهبي. تحكيم مين اللي جامل برشلونه في جيله الذهبي اللي بيمتلك فيه ميسي، بيمتلك فيه نجوم كبيره جدا، وتشافي انيستا قدر يسيطر على اوروبا كلها، فمش محتاج لتحكيم. القضيه هنا وهناك لابورتا بيقسم او واخد عهد على نفسه او على عاتقه انه يطلع برشلونه بريء في قضية اتهامه برشوة الحكام، وهو قال ان برشلونة ابدا عبر تاريخه عمره ما تواصل مع اي حكم، وان هم استغلوا ثغرة بين تعاونية، لان القضية خد بالكم بتقول ان برشلونة تعاون مع الشركة الخاصة المالكة او المملوكة لنجريرا. ولكن لابورتا بتصريح النهاردة بيقول لك ان احنا كنا بنتعاون في ملفات اخرى غير التحكيم. القضية كبيرة، القضاء الاسباني لسه ما قالش كلمته، لكن الكلمة هتقول في يونيو او هيقولوها في يونيو القادم باذن الله. واضح ان لو تم ادانة برشلونة في تجريد من بطولات، في هبوط للدرجات الادنى، في غياب برشلونة عن المسابقات الاوروبية او ابتعاد برشلونة عن المسابقات الاوروبية، لان الاتحاد الاوروبي مهتم برضو بالقضية وعمل تحقيق سري برضو الاتحاد الاوروبي داخليا متابع القضية جدا. وفي ناس بتقول لك ان ده نوع من انواع العقاب بسبب ان برشلونه ويوفنتوس وريال مدريد من رواد مشروع السوبر ليج، فشفنا اليوفي بيدان في ايطاليا، شفنا برشلونه بيدان في اسبانيا، ولكن حتى الان ريال مدريد محدش قرب ليه باي قضيه، وان كان ريال مدريد طرف وخصم لبرشلونه في قضيه نجريرا. هو عايز يثبت ادانه برشلونه، عايز ياكد ان برشلونه استفاد من التحكيم تاريخيا، عايز ياكد ان برشلونه نادي غير جدير ببطولاته، وبيشكك في تاريخ برشلونه كله. القضيه بتشكك في تاريخ برشلونه كله، قضيه كبيره جدا، قضيه لا يحسد عليها بصراحه عشاق النادي الكتالوني اللي النهارده بيتعادل برضه في الليجا امام ختافي بدون اهداف، وبيضيع فرصه حسم الليجا مبكرا، والجمهور ابتدى يشك، الجمهور ابتدى يشك في قادم المواعيد في حسم بطوله الدوري. يوم الاحد الجاي عنده مباراه امام اتلتيكو صعبه جدا،
برشلونه جماهيره قلقانه للدوري يضيع بعد المشوار الكبير اللي عمله تشافي هرنانديز وكتيبه برشلونه في بطوله الدوري. دوري ابتدى يقلق عليه البارسا، خصوصا انه ابتدى ينزف نقاط، اخر مباراتين تعادلين خسر 4 نقط. ريال مدريد مش هيسلم بسهوله، هيبتدي يقرب برضه من البارسا، خصوصا مع ضغوطات قضيه نجريرا. الجمهور عايز يتنفس، عايز القضيه تخلص باي طريقه، عايز يثبت براءه برشلونه. اللي جوان لابورتا اكد للجمهور ان هو بريء، وان هو كمحامي طبعا من ابرز محامين اوروبا هيثبت براءه برشلونه، وهيطلب التعويض اللي حوالي 600 مليون يورو مخصمة على 3 سنوات، تعويض للبارسا عن التشويه اللي جه او اللي اصاب النادي بسبب قضية نجريرا. استاذ الكبير الكبير منورنا بيقول برشلونة بريء، هذا كلام فارغ، برشلونة اكبر من ان يستعين بالحكام، فريق يلعب كرة قدم نزيه. بصراحة برشلونة ليه رأي في الموضوع ده، ويعني برضو يشترك معانا كل المتواجدين معانا في اللايف من كل حتة من بقاع الوطن العربي الكبير. برشلونة كان بيقدم اعظم كوره واعظم متعه في الفتره اللي القضيه بتخص الموضوع ده، يعني فتره 2004 ل 2017 برشلونه تسيد العالم كله. فايه المنطق، منين المنطق ان هو يحتاج التحكيم؟ يعني ما فيهاش منطق. باسم عادل منورنا يا باسم، ومنورنا مشاهدتك الدائمه 24 ساعه رياضه. ما هو ده الطبيعي يا استاذ محمد، لازم ريال مدريد يتكلم ويضخم الموضوع عشان البطولات اللي خسرها بسبب الحكام. طبيعي طبيعي يا باسم، طبعا طبيعي، وطبيعي ان ريال مدريد يكون خصمه في القضيه. اي منافس هيتمنى للمنافس ان هو يسقط، لان دي القضيه دي لو اتثبت ادانه برشلونه فيها سقوط لتاريخ برشلونه كله، فيها انهاء على الخصومه او التنافس اللي بين الناديين. ولكن انا بتكلم في نوع اخر ومنطق اخر. برشلونه كان يمتلك جيلا ذهبيا بيكسب بالتليفون، يعني خلينا نكون واضحين بالمصري كده، بيكسب بالتليفون. حضرتك او هيحتاج التحكيم في ايه؟ برشلونة بتكسب 7 و8 وارقام كبيره جدا، مش هتحتاج التحكيم. ولكن من حق القضاء الاسباني والقضاء الاوروبي والاتحاد الاوروبي يعرف ايه صله العلاقه بين نجريرا وبرشلونه، لان يعني في علاقه، وش في علاقه بمنتهى يعني في علاقه بين نجريرا وبرشلونه، لان ما في قضيه، في تحقيقات وفي وثائق بينهم. فايه اللي كان بيقدمه نجريرا لبرشلونه، وايه العلاقة ما بينهم؟ لو العلاقة اثبت فيها فساد في المباريات او فساد في التحكيم، ساعتها برشلونة يدان. ولكن حتى الان ارى ان دي بروباجندا اعلامية لتشويه البارسا، ارى ان دي بروباجندا اعلامية لمحاولة يعني الضغط على برشلونة ماليا واداريا. عموما احنا هنشوف في قادم المواعيد ايه اللي هيحصل في صراع برشلونة وريال مدريد واندية الليجا وقضية نجريرا القلبة الميديا العالمية. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر كل متابعي مشاهدي منصة 24 ساعة رياضة في كل مكان، بشكركم. انا محمد حسني، والى اللقاء في لايفات ولقاءات تانية جديدة دائما وابدا عبر 24 ساعة رياضة. الى اللقاء.